اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا.